رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره السوشيال ميديا واللي دايما بنهتم بيها، باهم اللي كتبوا الهم اللي قالوا نجوم كره القدم على حساباتهم الرسميه على مواقع السوشيال ميديا. وهنبتدي دلوقتي مع كابتن زكريا ناصف اللي كتب على صفحته على تويتر: سعاده حقيقيه انك تكون وسط عشاق الاهلي من كل الاعمار، وتلاقي صورتك في قهوه الاهلاويه في السيده زينب، وتقعد وتتكلم وتتعلم وتستفيد من كلامهم وتتصور معاهم. هو ده الاهلي لو حد عايز يعرف. طيب معانا دلوقتي على الهاتف كابتن زكريا ناصف. مساء الفل على حضرتك. اهلا شيما، ازيك؟ ازيك يا كابتن زكريا، اشيك لاعب كوره جه في مصر كلها. ميرسي ليكي يا شيما، انت كمان مذيعه. ربنا يخليك يا كابتن زكريا. طبعا النهارده احنا حاطين التويته بتاعت حضرتك في فقره السوشيال ميديا، وطبعا عايزه احييك دايما على كلامك عن النادي الاهلي، ما بيدلش على اي حاجه غير على انتمائك وحبك للنادي الاهلي. بص يا شيما، من السهل انك تلاقي جمهور الاهلي في اي حته في مصر او بره مصر، لكن من الصعب تلاقي جمهور بيعشق ناديه زي اللي بقعد معاهم او اللي بتقابليهم وبيكلموا عن النادي الاهلي. ما بيكلموش عن الاسماء على فكره، بيكلموا عن النادي بس، يعني بصرف النظر بقى عن مين نجوم، مين موجود، مين مش موجود. بحب قوي اتواجد في اماكن زي قهوه الاهلي امبارح في السيده زينب، بقعد مع الناس بسمعهم، ببقى مبسوط وانا قاعد معاهم، لان الحقيقه تقدري تقولي كل واحد فيهم يقدر يكون محلل في استوديو تحليل لماتش، لان فعلا بيفهموا كويس قوي. لكن اللي بتطلعي منه يا شيما من جمهور النادي انه بيخاف على النادي قوي، بيبقى حريص على النادي قوي. لكن المعادله دي بتبقى بالنسبه لجمهور النادي الاهلي سهله قوي، لانه بيثق في اي حد بينتمي للنادي الاهلي. صحيح. اي حد بيدير النادي الاهلي، اي حد بيلعب للنادي الاهلي. صحيح. عندهم ثقه في ماتش، اتكلمنا طبعا عن ماتش حوريه الكناكري، وقالوا رايهم وقعدوا يحللوا ليه كارتيرون بينزل ايمن اشرف جنب علي معلول، وليه بينزل صلاح محسن جنب ازارو في اوقات، وبيبقى تغييرات ايجابيه. يعني حتى ليهم اراء في الجوانب الفنيه. فالارتباط بالجمهور يا شيما، خصوصا بقى لما تروحي قهوه وتلاقي صور لنجوم مصر على مدار التاريخ، وبعدين تلاقي صورتك موجودة والناس عايزة تتصور معاكي، وأنا يمكن في الصور اللي حطيتها لقيت ولاد صغيرة وشباب وناس عواجيز. فالحقيقة ده بيبقى بالنسبة لي نوع من أنواع الفخر، وبتبقى لحظات سعادة حقيقية. صحيح. وكابتن زكريا، اكيد حضرتك تستاهل حب الناس ده كله. عايزه بقى اسال حضرتك على النادي الاهلي وعلى مستوى النادي الاهلي سواء افريقيا او في الدوري المصري الممتاز، هل انت راضي عن اداء النادي الاهلي في البطوله الافريقيه لحد دلوقتي؟ طبعا بالنسبه للنتائج راضي جدا. بالنسبه للاداء انا عارف ان جماهير النادي الاهلي قلقانه، بس هي مرحله انتقاليه، لازم نوضح للناس مرحلة انتقالية سواء بالنسبة للعيبة، ومرحلة انتقالية في وجود مدير فني جديد. صحيح. والمرحلة الانتقالية دي ما بتبقاش سريعة، لازم تاخد وقت طبيعي بصرف النظر عن اللعيبة اللي مشيت أو اللعيبة اللي موجودة، لأني أنا شايف إن المجموعة ما مشيش منها لعيبة كتير قد ما غاب لعيبة قد تكون مؤثرة. يعني أنا في رأيي إن أجاييه مؤثر جدا غيابه في الحته اللي قدام دي، وبالتالي ياخد وقت شويه اللي بيلعب مكانه. صحيح. سواء بقى اسلام، سواء ميدو جابر، سواء اي لاعب بيلعب. لسه انا متوقع هنشوف احمد حمدي، ناصر ماهر مستواه يرتفع مع اللعب، مش قلقان على ناصر. يعني الناس يمكن حاطه دايما مقارنه لناصر، وده مش صح. يعني انا اعتقد ان النادي الاهلي في المرحله الانتقاليه دي، الشهر اللي فات ده كله كان صعب الحكم قوي على الاهلي، لانه بيلعب اكتر من 8 ماتشات في شهر، وده رقم كبير جدا. من الصعب ان اكيد طبعا تعملي ريكفري للعيبه، وبالتالي انا مش قلقان على النادي الاهلي في اللي جاي. النادي الاهلي مستواه يرتفع مع الوقت، والنتائج انا مش شايف ان فيها قلق خالص، لان كارتيرون ما
نحقق نتائج جيده سواء على المستوى الافريقي او حتى على المستوى المحلي. صحيح. يمكن بس التعادل بتاع الانتاج، لكن انا اعتقد ان المباريات اللي جايه مستوى الاهلي هيرتفع ومستوى اللعيبه الفردي هيرتفع مؤكد، وبالتالي مفيش خوف على النادي الاهلي سواء في البطوله الافريقيه او حتى في مشواره في البطولات المحليه اذا كان دوري او اذا كان كاس. صحيح. طيب لو سالت حضرتك عن مين هو المنافس الاقوى اللي هيكون في طريق النادي الاهلي للوصول للنجمه التاسعه؟ بصي يعني في بعض الفرق اللي انا شفتها، انا اعتقد ان الوداد فريق قوي، لكن انا ما اعرفش الطريق ممكن يبقى ازاي في القرعه بعد الوصول للدور الجاي، لكن فرق شمال افريقيا هي اقوى منافسين للنادي الاهلي في الموسم ده. طيب بالنسبه بقى للدوري المصري الممتاز، شايف في ملامح منافسه بدات تبان؟ لا، من الصعب طبعا بعد 6 مباريات نقدر نقيم. لو تفتكري على المواسم اللي فاتت، في سنه كانت الداخليه اول 3 4 ماتشات هو الاول على الدوري. صحيح. وبعد كده رجع. النهارده المنافسه ما بتبانش دلوقتي، لكن انا الحقيقه سعيد قوي بالانتاج الحربي، لان الانتاج الحربي الحقيقه مع مختار بيقدم اداء جيد جدا على مستوى 6 ماتشات، ويمكن الانتاج من الفرق اللي ميزانيتها الماليه من اقل الفرق في الدوري العام. انا شايف اداؤه جيد جدا ونتائجه جيده الانتاج الحربي، لكن التقييم بقى في المنافسه اعتقد ان ممكن اكثر من فرقه تنافس الاهلي على الصداره بتاعت الدوري، لكن انا واثق متاكد ان الاهلي هو اللي نفس طويل، هو اللي بيبقى دايما المركز الاول هو اللي بيبقى عينه عليه، المركز الثاني بالنسبه له خساره. فانا اعتقد اللعيبه والجهاز الفني وراهم الاداره وطبعا قبلهم عشان النادي الاهلي اللي دايما دعم للفريق، انا اعتقد ان المقاومات كلها في صالح الاهلي. صحيح. طيب لو سألت حضرتك يعني مين هو أفضل لاعب لفت نظرك في النادي الأهلي، أو مين الصفقة اللي جت النادي الأهلي ولفتت نظر حضرتك جدا؟ بصي سليف كوليبالي الحقيقة فاجئنا، وده بيأكد اختيار كارتيرون. سليف من أول ماتش لعب فيه وبيأدي أكنه موجود مع النادي من فترة طويلة، تأقلم بسرعه، واحنا كنا محتاجين ده، كنا محتاجين حد جنب سعد ونجيب، لان بصراحه يعني غياب رامي ربيعه ورحيل حجازي كان لهم تاثير. صحيح. في الحته دي، وبالتالي سليف جه ملا سواء بيلعب جنب نجيب او جنب سعد او حتى ايمن اشرف لو بيلعب في الحته دي، فانا شايف ان سليف هو كان اهم صفقة جات لنا، ويكفي ان هو بيشارك كمان في الاداء الهجومي وليه دور وده مهم قوي. انما اللي انا شايفه للي جاي، انا شايف ان اكرم توفيق جاي، وشايف ان ناصر ماهر جاي، وشايف ان صلاح محسن هيكون ليه دور كبير قوي الموسم ده. صحيح. طيب في النهايه بقى عايز اسال حضرتك عن تقييمك للتحكيم في مباراه النادي الاهلي الاخيره اللي كانت في الجوله 5 من الدوري المصري الممتاز، لقاء الاهلي قصاد الانتاج الحربي. شوفي، بعيد عن اي شبهه تعمد لاي حكم، لان النوايا انا مش قادر طبعا اقيمها، انما المستوى التحكيم سيء جدا فنيا، سواء الحكم او المساعدين او حتى الحكام الاضافيين. فانا اعتقد ان التحكيم بيمر بمرحله صعبه جدا بيتاثر بيها دايما النادي بطل، والنادي البطل لان النادي الاهلي بيتاثر جامد قوي، لان كل نقطه بتروح منه بتبقى خساره، يعني صحيح. يعني الاهلي لو اتعادل مش بيبقى خد نقطه، بيبقى خسران نقطتين حقيقي. فانا اعتقد ان المتهم الرئيسي هو اتحاد الكوره، ان هو محتاج انه يرتقي بالاداء الفني فنيا وبدنيا وحتى ذهنيا للحكام، لان دورهم مؤثر جدا، وده هيبقى مسار شبهات الحقيقه للتحكيم. ويكفي ان انا عرفت النهارده ان بدا اتحاد الكوره يجيب حكام اجانب، ودي هتبقى ازمه كبيره، لان اي واحد معاه فلوس يجيب حكم اجنبي هيقلل من تواجد الحكام المصريين في المباريات، وبالتالي صحيح مش هيرتفع.
أكيد. لأن كل ما بيحكم مباريات أكتر كل ما مستواه يرتفع زي اللاعب يعني. صحيح أكيد. كابتن زكريا بقى عايزين نطمن على حضرتك، هنشوفك إمتى طبعا قريب على شاشة التلفزيون؟ أنا بإذن الله يوم الجمعة الجاية هكون أول حلقة في برنامج الماتش على صدى البلد. ألف ألف مبروك. 11 لوحدة، وبإذن الله يعني ده يمكن انفراد قبل البرومو ما ينزل لقناة الأهلي مع يكون ضيفي مانويل جوزي إن شاء الله يوم الجمعة. ألف ألف مبروك، كل التوفيق لحضرتك. كان معانا نجم النادي الأهلي السابق كابتن زكريا ناصر، نورتنا.